وأضاف الرئيس السيسي خلال هذه الجلسة أن قضية الزيادة السكانية لم تواجه بالشكل المناسب لأنها قضية مجتمعية، ولا يقتصر أمر مواجهتها على مؤسسات الدولة فقط، وإنما تعتمد على قناعة الشعب. والنمو السكاني قضية محدش قدر يجابهها بشكل مناسب، لأنها قضية مجتمعية، مش بس جهد الدولة، هيبقى قناعة شعب، قناعة شعب إن هو اتنين وبس زي ما بيقولوا يبقى يكفي. أنت النهاردة بتقول كتير من الناس وهم بيتكلموا يقولك أنا عندي 4 أولاد مش قادر أأكلهم. طب أنا أرجو إن الكلام ده ما يبقاش مؤلم يعني. في دول تانية ما بيفكرش خالص في الطفل، مش عشان يأكله ويشربه بس، عشان هيقدر يرعاه رعاية حقيقية ويعني ويقوم بمقومات الأبوة الكاملة أو الأمومة الكاملة تجاه هذا الطفل. ما بقاش الموضوع أكل وشرب، ده بقى الموضوع هو هيقدر يعني يصيغه، يرعاه، ينتبه له، يقدم له ما يلزم، مش أكل وشرب. احنا حصرنا الموضوع في أكل وشرب، وبالرغم ان احنا مش قادرين كأسرة هنقدر نصرف على 4 بنجيب